بالتأكيد مهرجان الموسيقى العربية ليه جمهور كبير بينتظره من السنة للسنة علشان يسعد بكل الفقرات وكل النجوم اللي بيشاركوا فيه سواء من مصر أو من الوطن العربي. في الدورة الـ32 اللي بدأت في ساحة الأوبرا وكانت فيها مشاركة من الشباب والأطفال من مركز تنمية المواهب، الحقيقة أنه ده جزء أصيل في الأوبرا والموسيقى العربية أنها تدعم وتهتم بالصغيرين من ولادنا سواء في سن الطفولة أو الشباب، علشان بعد كده نلاقي نجوم مميزين بأصوات مميزة يقدروا يقدموا فنون جميلة للجمهور. الحقيقة أنه كمان المهرجان السنة دي بيتميز دايما بمشاركات من كبار النجوم زي مدحت صالح وهاني شاكر لطفي بوشناق وغيرهم من نجوم الوطن العربي. ده حقيقي مهم جدا يكون المواهب الشابة ويعني النبتة موجودة في وسط العمالقة وأسماء زي اللي احنا قلناها، بالتأكيد ده هيكون مهم جدا بالنسبة لهم ويشجعهم. والمميز في مهرجان الموسيقى العربية السنة دي هو تكريم فنانين زي النجم محمد منير اللي كنا لسه بنحتفل من يومين في البرنامج هنا بعيد ميلاده 70، وكمان النجم فكرة ان هو يتكرم في بلده ويشوف قد ايه الناس بتحبه يعني طبعا، و يتكرم في حياته زي ما بيقولوا. كلنا بالتأكيد بنكون سعداء وهو بيكون في منتهى السعادة، كمان احنا سعداء بالتكريم ده وفخورين بالكينج اللي بيعتبر واحد من اهم نجوم الفن في وطننا العربي، بنقول له تاني كل سنة وانت طيب. بالتأكيد ودايما تمتعنا بأعمالك المميزة اللي بنسعد بيها سواء الوطنية أو الغنى النوبي بالتراث النوبي المختلف أو الأغاني الرومانسية. يعني محمد منير فنان مميز جدا بنسعد بيه وبنفخر أنه يعني معانا بيقدم لنا هذه النوعية من الأغنيات. كمان الدورة الـ32 في عمر المهرجان مهداة لروح الموسيقار الراحل سيد درويش، واحد من يعني نجومنا أيضا المميزين، ده بمناسبة مئويات رحيله، واحتفى بالمهرجان في حفل الافتتاح من خلال عرض فيلم تسجيلي عن مشوار حياته. وبتعتبر دورة هذا العام من مهرجان الموسيقى العربية هي الأضخم من حيث عدد الحفلات مقارنة بالدورات السابقة، بواقع 54 حفل بمشاركة 115 فنان من 20 دولة، وده يعني طبعا حاجة مميزة جدا وحاجة يعني نفخر بيها ونسعد بيها. ده حقيقي عدد كبير جدا بيورينا قد ايه أهمية المهرجان اللي بنتكلم عنه، واللي طبعا بالتأكيد مصر بيكون لها الشرف انها تستضيفه. والموضوع سهل جدا في مسألة حجز التذاكر، كلها متوفرة ومن خلال الموقع نقدر ان احنا ندخل ونشتري التذاكر ونحجزها، ويكون الزيارة او ان احنا نحضر الحفلات بمنتهى السلاسة ان شاء الله زيارة ممتعة للمهرجان.